وفكرتنا الأساسية هي إيجاد مجموعة متسلسلة الهندسية اللانهائية المتقاربة. شو يعني يا أستاذ؟ في عنا متقاربة وفي عنا متباعدة؟ يوجد نوعين، النوع الأول هندسية متقاربة وعندنا النوع الثاني هندسية متباعدة، وراح أقسمها إلى حالتين. الحالة الأولى راح يكون بتمثيل بياني، راح نشوف كيف راح نمثلها بيانيا. الحالة الثانية من غير البياني. كيف يا أستاذ؟ راح أعلمك طريقة سريعة تعرف من خلالها إنه هم متقاربات أو متباعدات وكيف نوجد المجموع لها. خلينا نشوف شو تعريف المتسلسلة الهندسية اللانهائية. هي متسلسلة تحوي عددا لانهائيا من الحدود، حدودها غير منتهية رايحة للبلا نهاية، ويسمى مجموع أول أن حدا. أول أن حدا من هاي المتسلسلة، من حدود هذه المتسلسلة مجموعا جزئيا. يعني أنا راح أصير أتعامل مع مجموعة جزئية من المتسلسلة المنتهية الغير منتهية، ويرمز لها بالرمز SN. وبتذكر أنه هذا حكينا عنه سابقا في الدرس الماضي، شو يعني SN. وقد يقترب هذا المجموع من قيمة محددة، يعني في له خط تقارب راح يقترب منه. ايش هو؟ راح نتعلمه مع بعض. طيب نشوف مثال اوضح لك فيه كل طرق الحل. اجد المجاميع الجزئية SN للقيم N 1 و 2 و 3 و 4 و 5 لكل متسلسلة هندسية لا نهائية، ثم مثلها بيانيا. طبعا هون التمثيل البياني انا حاطه جاهز، بس راح اشرح لك كيف يتم التمثيل البياني. اول اشي انا بلزمني اطلع A1. A1 جاهزة اللي هي نص. طيب A2 شو تساوي؟ اللي هي بتجمع الحد الأول والحد الثاني، بتحكي لي نص زائد ربع. بدنا نطلع مجموعهم هذول، نص زائد ربع، بنطلع باستخدام الآلة الحاسبة، بيطلع معنا أسرع اللي هي نص 50% وربع 25، بتصير 75%. هاي بكتبها 0.5. الثانية شو بكتبها؟ 0.75. 0.75. طب الحد الثالث A3 شو يساوي؟ اللي هو نص زائد ربع زائد ثمن. نص أستاذ بصير أكتبها بشكل توحيد مقامات؟ طبعا يا أستاذ يجوز، كل شيء جائز عندنا، إحنا ما بنمنعك من إشي، اللي الطريقة اللي بتريحك سويها، زائد ثمن. لكن أنا قاعد بعمل الجواب النهائي بالأعشار عشان يساعدني بالتمثيل البياني فقط لا غير. الآن بدي أجمعهم طبعا باستخدام الآلة الحاسبة، نص زائد ربع 75%، الثمن راح تكون 125 زائد 0.75 وتساوي 0.875. بعديها بدي الحد الرابع، نطلع الحد الرابع A4 شو تساوي؟ نص زائد ربع زائد ثمن زائد 1/16. بتلاحظ انه هاي متسلسلة انها غير منتهية، ليش؟ لانه يوجد ثلاث نقاط. طيب نطلع جوابها على السريع. يساوي 1/16، 1/16 بتطلع عنا زائد 0.875 وتساوي بتطلع عنا اللي هي 0.937. نقدر نقربها ل 0.4 ما
ما في مشكلة، لكن كون معي استخدام آلة حاسبة بقدر أطلعها. نطلع الحد الأخير اللي هي A5 تساوي 1 على 2 زائد 1 على 4 زائد 1 على 8 زائد 1 على 16 زائد 1 على 32. يعني قاعد بجمع أنا القيم هاي كلياتها مع بعضها. الآن بحسب هذا جوابها بيطلع عندي زائد 09375 وتساوي 0.96875. طبعا هاي بقدر اقربها، في شباب بيحكوا لي يا استاذ هاي ارقام كبيره احنا ما بنقدر نتعامل معاها، بدي اعلمكم هاي تطلع 0.5 هاي تقريبا اللي هي بتضلها زي ما هي 5 من 10، هاي بتضلها 75% كمان سهله، هاي راح تصير بدي اقربها انا تقريبا تطلع عندنا 0.88، هاي بدي اقربها ل 94%، دخاول كل يكون من منزلتين 94%، والأخيرة بدي أقربها ل 0.97. الآن الأزواج المرتبة، إيش هي الأزواج المرتبة الناتجة معنا؟ الواحد طلع جوابه 0.5، الاثنين طلع جوابها 0.75، الثلاثة مع 0.88، الأربعة 0.94، والخمسة أخيرا الخمسة 0.97. طبعا لما اجي امثل بتطلع بحط الواحد مع 0.5 هيا هون، الاثنين مع 75 بتيجي هون، الثلاثة مع 88 طلع وين اجت هيا هون، الاربعة اجت مع 94 اللي هي قيمتها هون، والخمسة أجت مع 97 اللي هي قيمتها هون. بتلاحظ أنها قاعدة بتقرب من الرقم واحد بس ما قطعته، وهاي إذا كانت القيم متقاربة قريبة من بعضها بتكون أقل من واحد، هاي بنسميها الأعداد متقاربة، كلها أعداد عشرية، أعداد صغيرة جدا وقاعدة بتقرب من نفس الرقم الصحيح اللي هو واحد، هاي تسمى متسلسلة متقاربة. متقاربة، كيف أعرف المتقاربة والمتباعدة؟ أستاذ هسه راح أحكي لك اليوم بقاعدة أساسية اللي هي تكون متقاربة إذا كانت أقل من واحد، مطلقة الأساس أقل من واحد، أما تكون متباعدة إذا كانت مطلقة الأساس أكبر أو تساوي واحد.